رمضان بخير، نتمنى تكونوا دوزتوا الويكند مزيان. المهم كيما وعدتكم البنات، انا اي بلاصه مشيت ليها نشاركها معكم. المهم انا هاد الريستو هادي تركيا، يلا جيت لها اول مره، كاينه في ويلسون مع كيل في النورد ديال تورونتو. المهم راجلي ديجا جربها وانا قلت علاش انا نجربها معكم حتى نتوما، حنا يلا اول مره غادي نمشيو ليها انا وماما. مي راجلي ديال جربها قال لك راه زوين، وما انا جيت موتي بان داكشي زوين، نقي الجلسه زوينه، الماكله هي تبان فريش. وما نتسناو حنا، راه خدينا واحد البلا ديال جوج الناس كبير وخدينا بلا اخر. ماما غادي نشارك معكم نقول لكم الاثمنه بالنسبه للبلا الكبير، تقريبا شي 49 بلاك سيتا شي 50 هكاك. وبلا اخر خدينا عيز تشيكن وينكس فيه هذاك شي 20 دولار هكاك بلاكس. اوكي المهم انا غادي نوري لكم الريستو كل يوم وحكموا. المهم الا عجبتني الماكله راه غادي نبوستي لها الفيديو، الا ما عجبتنيش راه ما غاديش نبوستي، راكم عارفيني المهم راني عفويه في كل شيء، راه ما غاديش نكذب عليكم حتى حاجه. الا ما عجبتنيش راه ما غنقول لكم راه ما غاديش نبوستي كاع بالمره، لحقاش انا ما تنبغيش نقول راه البلاصه راه خايبه راه زوينه، ولا الا عجبتني راه كنقول راه زوينه، الا ما عجبتنيش راه ما تنبقاش نشهر بلان راه هاد البلاصه راه ما زويناش. ولا كل واحد رزقه، كل واحد الشهيه ديالو كيفاش دايره، وكل واحد الضب ديالو كيفاش داير، تقدر ما تعجبنيش انا وتعجب واحد اخر. اوكي يلا ما يبقى معايا تمشيو فين حتى نوري لكم الماكله كيفاش دايره ان شاء الله. جيتكم البنات نشوف واحد الحاجه البراد ديالنا، مسكين ما عرفتش اش من عام هاد البراد هذا. ندير لي شي تصويره الصراحه، خاصه التصويره. المهم البنات ها نتوما تشوفو كاين عندهم هنايا الكفته، هنايا الحيمات تيبانو زويونين، شي بلاصه تاخدو طيبو لي كوتليت تشيكن وينز سمان هاد الحيمات، هادي الفلفله راه تيشوفوها خلاص خلاص راه تيشوفوها. وعندهم خلاص الشاورما، بالنسبة للشاورما كاينة ديال الدجاج وكاينة ديال اللحم. خلاص غير اللي صالة داكشي زيد زيدو عليهم، وهذا هو المنيو ديالهم. ها المنيو ديالهم كيفاش داير، حنا اش اللي خدينا؟ خدينا هاد البلا هذا وزدنا عليه تشيكن وينكس، هاد البلا مع تشيكن وينكس. اوكي هاد البلا هذا تيدير 46 تبقى 50 دولار بلاص طاكس. هنايا كاين داكشي ديال الحشو ديال البيتزا. ما قلت لكمش هاد البلا هادو راه تيجي مع هاد السلطه هادي، انا غنوريها لكم هاد السلطه كل واحد يعطيو السلطه ديالو. اوكي المهم هذا الديسيرز ما عرفتش شنو هو هذا، ما هادي راه بقلابه ايوا صافي. هادي هي الريستو، هالريستو كيفاش دايره، هاد الديكور ديال الريستو ديال الديره. ماما راه جالسه تما كنتسناو في الماكله تجينا، غادي نخرج غادي نوري لكم السميه ديال الريستو. السلطة هاد السلطة تجي باقي نتسناو الماكلة تخرج. هانتوما البنات هذا بالنسبة للتشيكن وينكس مع البرجر. برجر تقولي البرجر شي برجر برجر. هاد الطلا هذا ب 20 دولار، زوين تيبان تيشدي صراحة. وهذا هادو لي صوص تيجيو معاه و البيتزا. المهم راه باقي حوايج خرين جايين، المهم غير هذا بالنسبة لواحد راه شفتو راه مخير. وهانتوما عاوتاني هذا هو الفلا لاخر لي، هذا هو ديال كدا و 40 49 هو هذا فيه الروز. Thank you, Mohammed. Thank you. Thank you. Enjoy. 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 Enjoy.
هذاك الجيش. المهم هذا هو البلا الرئيسي ديالكم اليوم غنصوروا لكم هكا حنا يوسف مع الخيباوي ما بغاش غير مع كما قلت لكم البنات هذا هو الاسم ديالو اسطنبول كباب دونات فايد بايت هو هذا كباب دونات فايد ويد اوفن شاركول باربيكيو ارستو ها فينجا ها ويلسون معاكيل ويلسون معاكيل جا في الكورنر عاد تفوتوا هاد السي اي بي سي هاد البنكه هادي وغادي تلقاو شتو فينجا اوكي يلا مهم نكون شفتكم ان شاء الله وتجيو تجربوه الماكله كما قلت لكم راه طوب طوب واعره الصراحه اللي كاين عندهم البارك تقدري دوري من الجهه ديال ويلسون دوري من هاد الجهه هادي والدوري كاين الباركين بزاف يعني ما غاديش تخافوا من جهه الباركين هذا هو المحل كله هو ها الاسم ديالو تناخذ اوكي ها انتم البنات ها التليفون ها الاسم كل شيء يعني ما كاين نفس التليفون هذه الكوزينه ديالهم هي صافي هذا اللور ديالهم يلا المهم البنات اتمنى يعجبكم الفيديو وما تنساوناش في الجيم والتعاليق وبارطاج بارطاجوا مع الناس الناس ديال تورونتو اللي تيبغيو يمشيو ياكلوا في شي بلاصه حلال وما تيلقاوش كاين بزاف بزاف من الاختيارات ما تيلقاوش بزاف المهم هذا محل زوين تركي حلال الماكله فيه فريش وزوينه اوكي يلا المهم نتلاقاو فيديو اخر ومع السلامه كما قلت لكم ما تنساوناش